فنجان من القهوة أمام حضرة مولانا في المساء. الله 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 الله. الليل جميل والجو ربيع جدا وجميل جدا. هنا قدامنا ده ضريح مولانا وده ضريح سليم الأول. وده فنجان من القهوة. فنجان أهو أهو يا أستاذ أحمد، تعالى من السعودية. فنجان القهوة هو أمام ضريح مولانا. وهنا ده مسجد السلطان سليم. الله 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 الله. فنجان من القهوة أمام حضرة مولانا. الله الله. الجو هنا أكتر من رائع، يعني ربيع تماما تماما وما فيش رطوبة إطلاقا. احنا هنا في منطقة بعيدة عن كل البحار، منطقة جافة جدا، فما فيش أي رطوبة خالص، والحرارة جو جميل بالليل. اهلا ابو سويدي، ابو سويدي حبيبي حبيبي ابو سويدي، ما بتظهرش انت الا كل سنه مره. حبيبي حبيبي، فاكرك بكل الخير اللي في الدنيا كله. احمد السويدي حبيبي من امريكا، حبيبي وحشتني جدا جدا، يا رب نتجمع تاني على خير حبيبي. بس انا فرحان لك وشايف القمر بنتك الجميله زي الفل، ربنا يفرح. اهلا اهلا استاذ علي، اهلا وسهلا بيكم. هنا فنجان، اهلا علي السلاوي، اهلا وسهلا. فنجان من القهوه امام حضره مولانا. الاستاذه مي بكري، اهلا اهلا. الغاليه بنت الغالي صديقي واخويا الاستاذ ممدوح بكري، الاستاذ ممدوح بكري حبيبي واخويا، ان شاء الله نتقابلوا تاني على خير في الاسكندريه ان شاء الله. الليل هنا اكثر من رائع، والجمال هنا ان مفيش نسبه رطوبه خالص، مفيش نسبه رطوبه خالص، يعني مفيش عرق ولا لزق ولا برد ولا حر. الجو اكثر من رائع بالليل، وبالنهار برضو الجو حلو نسبه ان مفيش رطوبه. فهنا اهلا اهلا استاذ ابراهيم بدران حبيبي، ربنا يخليك يا رب. هنا اللي قدامكم ده الضريح بتاع مولانا، وده جامع السلطان سليم، جامع ضخم جدا. انا عايز اوضح حاجه مهمه، ضريح مولانا ما فيهوش مسجد، للناس اللي معتقده ان بتقام المساجد على الاضرحه، الكلام ده مش صحيح. ضريح مولانا ليس به مسجدا، هو ضريح فقط. المسجد مبنى تاني منفصل، في عنده داخل فيه مكان منفصل خالص للصلاه بعيد عن الضريح خالص. مفيش ضريح، مفيش مسجد على الضريح. المسجد ده مسجد السلطان سليم، ده مسجد منفصل، وورا الضريح لوحده، والمسجد منفصل تماما مش في نفس المبنى. بس عشان الناس تبقى، الناس اللي بتحاول تشكك وتحاول تدي الصورة الظلامية عن أي حاجة وأي حاجة والمش عارف إيه والكلام ده، الضريح ليس في المسجد وليس فوقه مسجد. بس عشان الكلام يبقى واضح، الضريح لوحده مبنى منفصل لوحده تماما تماما، منفصل تماما، والمسجد مبنى آخر مجاور له منفصل تماما. الليل جميل جدا جدا جدا، والنهاردة أنا اتعشيت البيتزا اللي عندهم اللي طول الواحدة متر دي، كانت رائعة جدا والله. هنا الأكل كويس والأسعار طبعا خرافي خرافي، يعني لا يتخيلها لا يتخيلها عقل. يعني البيتزايه اللي طولها متر دي ما كملتش 15 جنيه، وعاملها لي قدامي باللحمه، اللحمه الطازه قدامي، لحمه الخرفان، ومظبطها قدامي، كل شيء مظبوط. هنا الحياه الاسعار معقوله جدا 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 جدا. مفيش، ونسبه عشان الكورونا والحاجات دي، فالسياحة هادية والجو هادي،
والجو مناسب جدا والقعدة كويسة خالص والحمد لله. فقررت اني في المساء اشرب القهوة كده، وقدامي في الناحية التانية ضريح مولانا جلال الدين الرومي. انا وضحت ان جلال الدين الرومي في معلومات منتشرة عنه معلومات غير دقيقة، راجل فيه خلاف كبير جدا على المعلومات، وأنا فحصت في الموضوع ده بجدية كبيرة جدا، وأنا كشفت امبارح إن هو ما اسموش حتى جلال الدين، اسمه محمد جلال الدين، محمد جلال الدين الملقب بجلال الدين الرومي، أو مختصر اسمه إلى جلال الدين الرومي. وأبوه ليس بهاء الدين كما كانوا بيقولوا، بل أبوه هو محمد الرومي، وهو ابن محمد الغازي، أو الذي كان يسمى بمحمد المغازي، وهو من منطقة فاس في المغرب. وكان لي الشرف بعد الفحص والتمحيص الشديد جدا والبحث في الأصول إن جلال الدين الرومي ولد في أفغانستان. طبعا ما كانش في أفغانستان يوم ما اتولد، دولة أفغانستان أصلا ما كانتش موجودة، كانت المنطقة أفغانستان وباكستان كانوا كلهم تابعين للهند، فهو ليس هنديا وليس أفغانيا برغم أنه ولد في بلخ. وهو عاش فترة في إيران وكتب بالفارسية، وإحنا عارفين الأستاذ بتاعه كان شمس الدين التبريزي نسبة إلى تبريز. هو كتب جلال الدين الرومي، كتب بالفارسية وكتب أيضا بالعربية عشان بس الكلام يكون واضح. وهو ألف خمس كتب، أشهر كتابين فيهم كتاب المثني، وهو لأنه ثنائيات أبيات شعرية على هيئة بيتين، كل بيتين شعريين بيعتبروا وحدة منفصلة. والكتاب فيه أكثر من 26 ألف مثنى، يعني أكثر من 52 ألف بيت اللي كتبهم في كتاب المثنى أو المثني. وله الكتاب الآخر اسمه الديوان الكبير، وله كتاب آخر اسمه فيه ما فيه، ويعتبر نوع من التفسير والتوضيح. وله كتاب آخر اسمه مكتوبات، هو ألف في حياته خمس كتب بس. انت لو شفت حجم الديوان الكبير ده قد ايه، وحجم المثنى ده قد ايه، كتب عملاقة جدا جدا جدا، انتشرت وترجمت الى اغلب لغات العالم. فهو احنا اتفقنا ولد في افغانستان وليس افغانيا، وهو عاش حتى قعد فتره في دمشق، وقابل التبريزي هناك. ولما جه هو جه على كونيا بسبب دعوه السلطان، اما عرف انه مشهور، كان السلاطين اما يعرفوا ان في عالم مشهور يدعوه الى بلدهم عشان بلدهم تزداد قيمه وتزداد، فجه الى كونيا. هو تزوج مرتين في حياته، المره الاولى جاب ولدين، والمرة الثانية جاب ولد وبنت، وتوفاه الله في قنية ودفن هنا. وأيضا شمس الدين التبريزي له ضريح، بس للأسف ما قدرتش أصور ضريح شمس الدين التبريزي، هنا يسموه شمس التبريزي نسبة إلى تبريز، لأن المبنى بتاع شمس الدين التبريزي تحت الترميمات حاليا، فما قدرتش أصوره وأشوفه. إحنا عارفين شمس الدين التبريزي طبعا له ما له وعليه ما عليه. مما هو معروف إن شمس الدين التبريزي كان عمره 81 سنة في الوقت اللي تزوج فيه أخت جلال الدين الرومي، وكان عمرها 22 سنة. لكن جلال الدين الرومي يعني تفوق صيته أكثر من المدرس بتاعه، وزاع صيته في كل البلاد، ومن الناس اللي سابوا أثر في تاريخ البشرية. المثنيات الشعرية بتاعته كلها زي حكم ومواعظ وخبرات في الحياة، ترجمت ويضرب بها الأمثال في كل بلاد العالم تقريبا. احنا عارفين ان فيه شمس الدين التبريزي قتل، شمس الدين كانت طلعت عليه إشاعات كتيرة وحاجات كتيرة، وبعض السمعات الله أعلم بمدى صدقها، فيقال ان في ناس راحوا له وقتلوه. هو الاول لما طلعت عليه الاشاعات ساب المنطقه كلها وراح الى دمشق، وبعدها بعتوا له فرجع تاني، وبعد ما رجع قتل في قنية. لكن جلال الدين الرومي مات ميته طبيعيه ولم يقتل ولا اي شيء.
هو هذا ضريح القبة. القبة الزرقاء اللي شايفين الخطوط اللي فيها ترميمات دي اللي عليها شبكة حديد، دي قبة ضريح جلال الدين الرومي، هي حاليا تحت الترميمات بجوار أدي المأذنة، وجنبها هي الأخضر ده، دي قبة ضريح جلال الدين الرومي، وده الكبير ده، ده مسجد السلطان سليم. دعوني أستمتع بكوب القهوة من أمام ضريح حضرة مولانا جلال الدين الرومي. وأنا وضحت أن كلمة مولانا تنسب إلى الطريقة المولوية التي أسسها وليس بمعنى مولاي، وأنا فرقت وقلت كل أتباع الطريقة المولوية يقولون مولانا، ولا أحد فيهم إطلاقا يقول كلمة مولاي. فكلمة مولاي عندما تنطق مولاي لوحدها فيبقى المقصود بها الله سبحانه وتعالى، لكن مولانا تقصد بها مولى الطريقة وقصد الطريقة ومؤسس الطريقة المولوية. وأنا شبهت زي في كلمات زي كلمة رب، ربنا هو ربنا، ولكن يمكنني أن أقول رب البيت أي كبير البيت، فهنا يقصد بها، هناك ألفاظ تستعمل في أكثر من معنى وليس عليها أي غبار كلمة مولانا، ولا يجب أن تفهم بطريقة سيئة، فهي مولانا هو مؤسس الطريقة نسبة إلى الطريقة المولوية. أما كلمة مولاي إذا نطقت وقلت كلمة مولاي فالمقصود بها الله سبحانه وتعالى، وهو مولاي ومولاكم جميعا إن شاء الله. أما كلمة مولانا التي يقولونها عن جلال الدين الرومي ليس فيه، هو كان رجل تقيا عالما يعني، وفي الشرع والدين وفي علوم الدين، وشاعرا كبيرا يعني، كان يعرف بتقواه ويعرف عنه كل الخير. دعوني أسيبكم في رعاية الله، وأعد أستمتع بكوب من القهوة في حضرة مولانا جلال الدين الرومي في رعاية الله من مدينة قونية أحمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري.